يسعد مساكم من جديد، مكملين معاكم اكسترا تايم وفقراتنا لليوم والحديث عن الجولة السادسة من بطولة الشرق الأوسط وأيضا رالي الأردن الدولي. ما شاء الله عن هيك رالي وما شاء الله عن هيك مشاركة، يعني كنا نتمنى يكون أعداد أكبر من الأعداد اللي شاركت، لكن اللي كانوا موجودين يعني خلونا نعيش أجواء إثارة امتدت من الخميس حتى يوم السبت، وأيضا عشنا أجواء المتعة بأداء نجوم الرالي، وعشنا أجواء المتعة بطبعا التنظيم الرائع اللي كان موجود امتدادا من يوم الخميس إلى النهاية يوم السبت. طبعا جهود جبارة جدا كانت من القائمين على الرالي وأيضا من النجوم المشاركين بالرالي وأيضا من الجنود المجهولين اللي بيكونوا دائما موجودين لخدمة أجواء هذا الرالي وإنجاح المساعي للخروج بصورة أكثر من رائعة الكل معتاد عليها، واللي هي العنوان الأبرز رالي الأردن الدولي. راح نتحدث عنه أكثر، راح نتحدث أيضا عن النشاطات اللي صارت مع مدير الأردنية لرياضة السيارات والنجم السابق أيضا في عالم الراليات سباقات السرعة عثمان نصيف. يسعد هالمساء. أهلا وسهلا بك، كيف أمورك؟ الله يخليك. وكان كابتن لازم تجيب لي بلوزة زي هاي أطلع فيها اليوم إن شاء الله، والمعدين كمان نجمهم واحدة. أبشر. وأيضا يعني نجم في عالم الرالي وعالم سباقات السرعة وكل إشي بخص عالم السيارات، صولات وجولات وبطولات عديدة، وأيضا المركز الثالث على المستوى العام في الرالي وصاحب المركز الأول على المتسابقين الأردنيين المبدع دائما حسام سالم. يسعد هالمساء. يسعد هالمساء طارق، كيف أمورك؟ تمام الحمد لله. يعني ما شاء الله عنك دائما مبدع. الحمد لله. يعني الواحد يعني يعني لو في دعم وفي مصاري كثير، والواحد يعني الحمد لله دائما بيحكي على كل إشي، لازم يعني مني شخصيا بشتري سيارة فورد أو إشي يعني اللي خاص بعالم السباقات الراليات وإهداء لهالنجم، لأنه إذا كانت عنده موجودة وكان عنده الدعم موجود راح ينافس على اعلى مستويات. هاي منا يا كابتن حسام. كابتن طارق، وايضا راح نبلش معاكم سؤال شارك لليوم. سؤالنا راح يكون: هل تعتقد ان رالي الاردن سيعود الى رزنامه بطوله العالم؟ الاجابه الاولى نعم، والاجابه الثانيه لا. بانتظار تصويتكم مشاركاتكم معنا عبر تطبيق رؤيا وسؤال شارك الخاص باكسترا تايم، بانتظار مشاركاتكم معنا وبانتظار ايضا انه نسمع كل الاحداث التي حدثت في هذا الرالي، لكن خلونا نعيش هاي الاجواء ونشوف التقرير. أخفض بقعة في العالم كانت شاهدة على إثارة اليوم الختامي من رالي الأردن الدولي، الجولة السادسة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وبشكل أكبر من اليوم الأول الذي كان فيه القطري ناصر العطية يغرد وحيدا في صدارة الترتيب. منافسات السبت شهدت عودة قوية للسعودي يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث خلال المرحلة الاستعراضية وغاب عن مراحل اليوم الأول ليفقد على إثرها المنافسة على اللقب بتغريمه 100 نقطة، لكن بعودته عادت المنافسة القوية بين المتسابقين في المراحل الأخيرة وتمكن من الفوز بالمرحلتين 17 و18، وهذا الأمر انطبق على القطري عبد العزيز الكواري الذي تصدر المرحلة 19، لأن الفارق الكبير الذي حققه ناصر العطية في اليوم الأول وأول جولات اليوم الثاني سهل عليه مهمة الظفر باللقب للمرة 9 في الأردن ليتوج بلقب الشرق الأوسط قبل جولتين من نهايته للمرة 11 في تاريخه. بعد ختام المنافسات توج سمو الأمير فيصل أصحاب المراكز الأولى بالميداليات والكؤوس، حيث صعد العطية على منصة التتويج وهو يرفرف بعلم الأردن، فيما نال القطر الكواري المركز الثاني والأردني حسام سالم المركز الثالث، وهو أفضل مركز لسائق أردني منذ عام 2008. إذن ها هي شمس سباق رالي الأردن 33 تغيب بعد 3 أيام من الندية والإثارة بانتظار النسخة الجديدة العام القادم مع نجوم ومتحدين جدد.
نعم كابتن عثمان، راح نبلش معك. طبعا يوم الخميس مرحلة استعراضية كانت يعني جميلة في منطقة عبدون امتدادا للجمعة والسبت في البحر الميت. نعم. كأجواء تنظيمية انت شو بتحكي عنها؟ والله بصراحة الأجواء كانت رائعة. انطلق الرالي هو من دوار عبدون، كان في طبعا عدد لا بأس به من المشاهدين يعني والجمهور. انطلقوا بعدين باتجاه المرحلة الاستعراضية، برضو كانت قريبة من دوار عبدون، كان فيها كمان جمهور، وكانت هي المرحلة بصراحة يعني الطريق وال يعني الاستعدادات كانت كثير ممتازة، و يعني بتوقع الكل استمتع فيها الحمد لله. كنا طبعا عاملين نطاط و شفناه ووتر سبلاش يعني شيء اللي يضيف اثاره لل كانت اجواء اكثر من رائعه. طبعا حسام كسائقين ايضا مشاركين بلشتوا التحضير لهذا الرالي من مرحله التحضيرات، ويعني تجربوا الطريق بعدين تدخل لاجواء المرحله الافتتاحيه والاستعراضيه وصولا لليوم الختام. أكيد طبعا أنا في البداية شاركت الرالي هذا بال 2015 الأردن الدولي على سيارة جديدة حضرتها تقريبا من قبل شهر، فكانت يعني كنا تحت برشر كثير أن نحضر السيارة بالوقت المناسب. الحمد لله حضرناها وعملناها وجاهزيتها كانت كثير ممتازة. طبعا المرحلة الاستعراضية كانت كثير مميزة وكان لها طابع خاص غير عن السنة الماضية، وتنوع المراحل الاستعراضية في الأردن أعطى لرالي الأردن الدولي نكهة غير، فصار حتى الجمهور يسأل عن رالي الأردن الدولي وين المرحلة الاستعراضية، حتى إحنا المتسابقين نفسنا صرنا نحب نعرف أنه في وين المرحلة الاستعراضية الأردنية بتعملها. طبعا ما شاء الله كانوا مجهزينها بطريقة كتير مناسبة، وزي ما حكى عثمان كان في ووتر سبلاش، كان في جمب، استمتع الجمهور كله، حتى إذا بتشوف كان في نفس البنايات اللي موجودة حوالين المرحلة الاستعراضية كان في ناس موجودين على السطوح اللي صح ماسك أرجلته لقاعد بشوي، اللي يعني غير الجمهور المتواجد موجود كان في جمهور متواجد بالشوارع. هذا أضفى عامل جديد على رالي الأردن الدولي، نكهة جديدة بطريقة جديدة. بلش المرحلة الاستعراضية وطبعا بلشنا باليوم الثاني والثالث، طبعا في نكهة ثانية للمراحل اللي هي مراحل جديدة، كانت طبعا برضو بجهود الأردنية فتحوا مراحل جديدة، كانت المراحل كان معمولها بيس كورس منيح، كانت منظمة بطريقة مرتبة، استمتعنا كلنا فيها، كان فيها تكنيكال كتير في من كسائقين إحنا. حلو. واجهتنا صعوبة، وهي هاي أصلا المنافسة، جوهر المنافسة إنه تلاقي صعوبة في بالطريق، بس بشكل عام كان كتير رالي حلو، كان صعب جدا. وكان في حتى نقاش بيني وبين مثلا عبد العزيز الكواري، كان بيحكي لي انه من اصعب الريلات الموجوده في العالم رالي الاردن الدولي، يعني اللي بيسوق عندنا بالرالي بيقدر يطلع من رالي الاردن الدولي يسابق بطوله عالم. صح. من اللي يعني بحس حاله انه يعني هو سوى الماكسيمم بالرالي. فبحكي لك يعني كان رالي الاردن الدولي نكهه خاصه، وان شاء الله انت سالت سؤال هل بعود انه الرزنام، ان شاء الله اكيد رح يعود، لو ما كان بال2016 بال2017 ان شاء الله يا رب. بهمنا طبعا نشوف هل الكوادر الكبيره ترجع عنا على البلد، ونشوف هالحدث الكبير ونكون يعني شاهد على يعني تعبنا وشغلنا وبيئتنا الحلوه وجماهيرنا الكبيره المحبه لهي الرياضه. يعني كلام السائقين والنجوم بهذا الرالي عن طبيعه الرالي بتنعكس بشكل ايجابي على يعني المنظمين حتى انهم يضلوا يعطوا اكثر طبعا، يضلوا يعني ينظموا اكثر ويعطوا جمال اكثر لهذا الرالي. اكيد 100%، يعني احنا جدا مبسوطين على النتيجه. الفيدباك اللي عم ناخده من السائقين كثير مهم بالنسبه لنا، بنحاول دائما نطور، بنحاول دائما انه نحسن. زي ما تفضل الأخ حسام، يعني في إشادة من كثير من المتسابقين بالرالي، وهو فعلا مدرسة، يعني كثير منهم بدايته كانت من هذا الرالي، وهو مدرسة اللي يعني اللي بيستطيع انه ينزل وينافس ويسوق على بالرالي تبعنا بيقدر ينافس بأي محل ثاني. صحيح. ايضا يعني اذا بدنا نطلع على هاي النسخة من الرالي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، يعني ما في رالي بيمرق الا يكون في عندك يعني 10 اسماء من الناس العالميين مشاركين، وهذا يعني هو اكبر دليل على قيمه رالي الاردن. صحيح. وحتى يعني بالرغم من انه الظروف صعبه كانت هالسنه،
البلدان اللي حوالينا والمشاركات بالزبط. وما إلى ذلك، لكنك تشوف ناصر العطيم موجود، تشوف عبد العزيز الكواري، تشوف يزيد الراجحي، تشوف هالأسماء هاي، يعني صحيح. هذا دليل إنه الرالي عندنا نكهة خاصة مميز مطلوب، وطبعا نكهة خاصة صعب جدا، صعب جدا طيب. مش سهل. طيب يعني من خلال مشاركة هالنجوم كمان كيف كانت ردة فعلهم إنه ممكن يكون رالي الأردن مرحلة جديدة من أو يرجع لرزنامة البطولة العالمية؟ والله احنا بصراحة متفائلين، يعني انت زي ما انت عارف ضمن توجيهات سمو الأمير فيصل بن الحسين يعني العمل جاري، قاعدين عم نتناقش مع جماعة الـ WRC Promoters ومع الـ FIA الـ WRC Commission لإعادة رالي الأردن لبطولة العالم للراليات. بصراحة خلال الرالي كان في عنا أعضاء من البروموترز، وكان في عنا سيد كارلوس باربوزا اللي هو البريزدنت تبع الـ WRC كوميشن بالإف آي إي، وأشاد بصراحة أشاد فعلا بتميز رالي الأردن بالمنطقة، وإذا بطولة العالم للراليات راح ترجع للمنطقة فأكيد راح يكون لرالي الأردن. فهذا إشي نسمعه منهم يعني إشي كتير ممتاز وإشي كتير بشجعنا إنه نكمل ونعطي أكثر ما عنا. طبعا. طيب حسام، يعني هالرالي بلشنا زي ما حكينا المرحلة الاستعراضية، أنت كنجم مشارك بهذا الرالي كيف كانت طبيعة المنافسة من أول يوم حتى الختام؟ والله شوف، هي يعني اذا بتقارن سياراتنا بسيارات الشباب الموجودين زي الابطال اللي انت عديتهم اكيد في فروقات كثيره، بس من اول يوم انا كنت بطمح لانه نخفف الجاب قد ما بنقدر بينه وبين السيارات هاي كلها، لنحاول نعمل شويه بريشر انه بتعرف الرالي ما هو بتستنى اي واحد يغلط. صح، بس للاسف الكل غلط. يعني يمكن حتى ناصر العطيه طلع اوف تراك في مرحله تركي بس يمكن ما بينت الجمهور كان شايفها، رجع ريفرس وطلع كان على وشك انه ممكن السياره توقع منه في الوادي لانه لدرجه صعوبتها. فبتعرف هو الرالي يعني انا صار معي مشاكل كثير بدءا من المرحله الاستعراضيه بالعبدون، ضوى الدينامو عندي واضطريت انزل وانا طافي السياره لحد السيرفس ما وصلنا، وعملنا سيرفس للسياره بال 15 دقيقه الصباحيه باليوم الثاني، وكملنا برضه ووتر سبلاش، صار عندنا مشكله بالدينامو ومشاكل مشاكل مشاكل وانكسر اكس، بس الحمد لله قدرنا نوصل السياره دائما للسيرفس ونضلنا محافظين على المركز تبعنا، وقدرنا نكمل الرالي بطريقه معينه بحيث انه وصلنا للمركز الثالث الحمد لله. بس ان شاء الله يعني المرات الجاي يعني راح نظبط شوي على السياره ونعدل شوي تعديلات بالسياره بحيث انه نتفادى هاي المشاكل كلياتها ونصير ننافس بطريقه اكثر من اللي كنا نافسنا فيها يا رب. وايضا العديد من المقابلات من اجواء هذا الرالي، خلينا نشوفها ونرجع. الله يبارك فيكم. طبعا المنافسة كانت موجودة لكن الحمد لله تفوقنا على الجميع، وهذا الفوز يعني جدا مهم بالنسبة لي، أنا جدا مبسوط بهذا الانتصار، وطبعا فوزنا برالي الأردن لتاسع مرة وحسم بطولة الشرق الأوسط لل 11 مرة، يعني الحمد لله. طبعا هذا الرالي كان كتير صعب، الكل واجهته مشاكل بالرالي، فمنيح مع كل المشاكل اللي واجهتنا واجهت غيرنا قدرنا نوصل بهذا الترتيب. طبعا احنا مش بس ثالث على المجموع العام، اول على فئتنا جروب ان واول على الاردنيين، فهي بالنسبه لنا صراحه انجاز كتير فظيع، خاصه بهاي السياره وخاصه مع وجود يعني اوكي هو يمكن عدد المتسابقين كان قليل، بس انت بتحكي كان في اربع خمس سيارات، خمس ست سيارات بالاحرى، كتير قوايا. حسام ما شاء الله عليه، يعني هو صراحه يعني مبلش من الاخر صراحه سواقه ما شاء الله، يعني بحتاج بس لسياره، بتخيل اذا في يوم من الايام بحصل دعم كويس وبقدر يجيب سياره بتنافس اكثر من هيك، اكيد اكيد راح نشوف بوديوم دائم. يعني طبعا بطلتنا ونجمتنا نانسي المجالي، طبعا دائما انت موجوده على منصات التتويج، ويعني دائما حسام بده يكون نجم، يعني اكيد يعني بنتمنى لكم التوفيق، ونانسي موجوده معنا طبعا في الاستوديو بنمسي عليكي وشكرا لانك موجوده الى جانب زوجك طبعا حسام سالم، ودائما داعميته ودائما تكوني مشاركه معه، والرالي الجاي بلكي شفناكي لحالك انت لها فضل كثير. طبعا هي بخصوص موضوع الرالي، انا دخلت بالرالي بال 2012 كان لها فضل كتير كبير علي بموضوع الرالي بحيث انها اعطتني النوتس واعطتني تفاصيل الرالي وكيف كيف فكره الرالي وكيف الكوربات والنوتس والحكي هذا كلياته،
والحمد لله قدرت معها نطور النوت هاي كلياتها ونوصل للليفل اللي احنا موجودين فيه هلا. بس اول مشاركه لما شاركت معك نانسي بالرالي بعد ما خلصت وحكت لي جمله ما بنساها، قلت لي انا يعني كنت اسوق بالراليات او اكون مساعد سائق مع العديد من الاسماء، لكن زي حسام وجنونه بالزوايا والكوربات والسرعه وقلب ما في انا ما شفت. يعني الحمد لله، بس انا 2015 لسه مش راضي عن ادائي فيه انا بصراحه، لانه كان في مشاكل عندي، بس ان شاء الله بال 2016 ان شاء الله بكون وضعنا احسن. لا بدنا اكثر من هيك ان شاء الله. ان شاء الله راح نفس الطريقه. كابتن عثمان احنا بنفتخر لما يكون عندنا يعني نجوم عن جد، يعني بتبسطنا لما نحضر الرالي ونكون بين الجماهير، انت شو بتحكي عن المشاركه الاردنيه اللي كانت؟ اكيد طبعا احنا شيء ببسطنا انه يكون في عندنا متسابق اردني على منصه التتويج، هذا شيء بنفتخر فيه بننبسط ونتامل انه دائما نشوفه، وان شاء الله يا رب لقدام نشوف متسابقين اردنيين يعني باخذوا المركز الاول كمان. وبدنا كمان كل اللي كانوا بالراليات زمان كمان يرجعوا يتشجعوا يرجعوا يشاركوا. اكيد اكيد، وانا يعني بدعي كل الشركات طبعا انه تدعم المتسابق الاردني، لانه هو بحاجه الدعم. يعني اكثريه المتسابقين عندنا عم بينزلوا على حسابهم الشخصي بصراحه، الله يعينهم، وهي يعني رياضه جدا مكلفه، وإذا بنطلع على الإمكانيات بالنسبة للمتسابق الأردني مقارنة بالإمكانيات اللي عند المتسابقين الثانيين، يعني إمكانية في أنا هاي اللي حكيته في أول الحلقة. نعم، يعني بصراحة يعني يخلف عليهم اللي بجيبوا النتائج والله هاي. ما شاء الله عنهم. فما شاء الله، لا إن شاء الله لقدام نشوف نتأمل منهم إشي أحسن. إن شاء الله إحنا متمنين إن شاء الله كمان المتسابقين الأردنيين يمثلوا بالمشاركات الخارجية حتى كمان، يعني المتسابق الأردني صار ببطولة الشرق الأوسط مش موجود إلا برالي الأردن الدولي، إحنا إن شاء الله بنتمنى إنه يكون موجود في كل البطولات الموجوده في الشرق الاوسط زي ما اتمنى كل الناس يدعموكم بهذا الشيء عشان ان شاء الله نحاول قد ما بنقدر نحاول نكون موجودين بكل محل. احمد ابو شريف يسعد مساك، كل الاحترام للاستاذ عثمان وحبيبنا اللزم حسام، بصراحه تنظيم اكثر من رائع، جهود مشكوره مشرفه ترفع لها القبعه، شيء بيرفع الراس والله. وايضا من مجاهد الحاوي يسعد مساك مجاهد، ويسعد مسا خميس درويش، خلدون كامله يسعد مساك عم بيحكي الله يعطيكم الف عافيه على التنظيم المميز، اختيار موفق لمسار الرالي، الطرق كانت صحراويه ورائعه للتنافس وايضا للظفر بالوقت الافضل للمتسابقين، وبنفس الوقت سياحي وبينعش القلب لقربه من البحر الميت وحمامات معين. بتمنى انه يجي اليوم ونشوف فيه المتسابق الاردني ينافس على رالي الشرق الاوسط، علما ان الامكانيات المهاريه موجوده لكن ينقص الدعم المالي والفني لتجهيز السيارات فقط. انا معك 100%، يعني يا رب ويا ريت يكون هالكلام موجود لمتسابقينا. الحبيب يوسف الصراوي تحياتنا لك وللعيلة ولوديع، عم بحكي كل الاحترام والتقدير، رالي رائع ولإكسترا تايم. عبد الله الفقيه يسعد مساك، انت المنور دائما اخوي. اكرم ابو زريق يسعد مساك ابو رماس حبيب القلب، واكرم ابو زريق بحكي لكم يعطيكم العافيه على التنظيم المميز. ما شاء الله كل يعني اصدقائنا على الفيسبوك طبعا ما بجملوا، يعني لو كان عن جد الرالي فيه شيء ولا مو حلو اكيد كان راحوا يكتبوا وراح يحكوا عن هذا الموضوع. راح نكمل معكم نشوف مشاهدات من الرالي اللي حدث يوم الخميس جمعه سبت، نشوفه وبنرجع بنكمل مع ضيوفنا. بمشاركة 10 متسابقين اختتمت أيام رالي الأردن الثلاثة التي أطلقت شارة البداية لمنافساتها في منطقة عبدون بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين لرياضة السيارات. أبرز النقاط الملاحظة خلال هذا الرالي هي المشاركة المتواضعة، حيث اقتصرت المشاركة على 10 متسابقين، كان أبرزهم القطري ناصر العطية الذي توج باللقب وضرب عصفورين بحجر واحد حين ضمن رالي الأردن ولقب رالي الشرق الأوسط قبل جولتين من ختامه، بالإضافة إلى السعودي يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث خلال الجولة الاستعراضية غاب على إثره عن منافسات اليوم الأول وخسر 100 دقيقة، كما شهد السباق مشاركة أردنية مميزة من خلال السائق حسام سالم والأردنية لينا الحديدي التي كانت المتسابقة الوحيدة من الجنس اللطيف. سمو الأمير فيصل كشف عن وجود مفاوضات مع الاتحاد الدولي
لإعادة رالي الأردن إلى الأجندة الدولية خلال عام 2016 و2017، وتبدو الفرصة مواتية لاستضافة رابعة بعد أعوام 2008 و2010 و2011، خصوصا وأن راليي مونتي كارلو وكورسيكا مهددان بالانسحاب من بطولة العالم للراليات. رالي الأردن يعتبر من الراليات المميزة التي تحظى بحضور عالمي وإعلامي مميز، بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية المميزة التي يتمتع بها هذا الرالي باعتراف نجوم هذه اللعبة وتعبيرهم عن سعادتهم بالمشاركة فيه في كل عام. طبعا كابتن عثمان بنبلش معك، كل الأصدقاء على صفحتنا مبسوطين على الأجواء اللي كانت موجودة، التنظيم اللي كان موجود، وأيضا الثقة الكبيرة بعودة رالي الدولي يكون مرحلة الأردن مرحلة من هالرالي، يعني ثقة عالية. بصراحة الثقة عالية لأنه الجهود اللي عم تبذل جهود كتير كبيرة وجبارة. بصراحة اللجنة المنظمة الله يعطيها العافية، يعني بدءا من مدير السباق سامي زريق ومساعدته طبعا رندا النابلسي وعمر زعرور، وبالإضافة إلى كل المتطوعين، وكل واحد تعب بهذا الرالي، جهود كانت جدا كبيرة. يعني الإشي إحنا ضمن الاستراتيجية اللي كنا حاطينها إنه ضخ دماء جديدة بهذا الرالي، وبالفعل بهذا الرالي في عنا يعني سامي زريق أول مرة بنظم رالي شرق أوسط. معانا من السنتين الماضيين هو كان ينظم السباقات المحلية، أول رالي له، يعني ما شاء الله فرصة رائعة وكان قدها يعني أكيد. وبصراحة يعني إحنا كمان في دورات تدريبية كتير مكثفة عملناها للمتطوعين، المارشلز، السيفتي، يعني كله كان على أتم استعداد. فيعني بصراحة يعني هذا هي جهود جبارة طبعا، جهود كتير طبعاً كبيرة، يعني جيش بكون وراء تنظيم هيك رالي طبعا. بالضبط، والحمد لله يعني توفقنا، وبعدين المراحل نشغل عليها منيح طبعا، شكر كبير لوزارة الأشغال اللي ساعدونا، انشغلت بطريقة كتير مرتبة. أمانة عمان شكر كتير كمان كبير إلها، ساعدتنا بالمرحلة الاستعراضية، وكمان بالنسبة للترويج للرالي. فيعني زي ما تقول كان في عمل جماعي كتير كبير، وهذا هو النجاح، يعني العمل الجماعي. الحمد لله رب العالمين، يعطيكم ألف عافية. راح نرجع نسمع منك عن يعني ربط الأجواء التنافسية مع الأجواء السياحية، يعني بالنسبة للمتسابقين وأيضا الجماهير اللي تكون موجودة. لكن كابتن حسام، ثقة الناس بالمتسابقين الأردنيين وقديش عندهم مهارة، وأيضا إقبالهم على يعني مشاهدة الرالي والتوزع بمراحل الرالي حتى أنهم يشوفوا كل إشي، هذا أكيد بينعكس على كل متسابق مشارك أكيد. ويعني حبهم أنه يرجع رالي الأردن، يعني رالي العالم يكون مرحلة الأردن منه، برضو هذا إشي ثاني. أكيد طبعاً الرالي العالمي إذا بكون عنا موجود في الأردن راح يكون يعني كل الأردنيين مبسوطين، وبتعرف إنه رالي العالمي أصلاً هو فرصة لكل العالم، بحيث إنه بيحبوا يتفرجوا على السيارات وأبطال العالم، فما بالك إنه أبطال العالم يكونوا موجودين بالأردن متواجدين عنا زي السنوات اللي مضت، كان كل المتفرجين وكل الأردن موجود في البحر الميت. صح، عشان بس يمكن في ناس بس بدهم توقيع معين من شخص معين، أو اللي يشوفوا فريق الصيانة كيف العالمية بتسويها. فأكيد إشي رح يكون زي ما حكيت لك، هو بوش كتير للموتور سبورت بالأردن بأنه نستضيف الرالي العالمي موجود عندنا، وإن شاء الله زي ما حكيت إن شاء الله بال2016 أو 2017 ماكسيمم يكون عندنا موجود هذا الهيك. وأيضا قناعة الجماهير الأردنية بمهارة المتسابق أكيد الأردني. شوف المتسابق الأردني بوجهة نظري ينقص الإمكانيات فقط، بغض النظر هو بدءا من سباقات السرعة، الدريفت، الهيل كلايم، الرالي، بنقص الدعم بكل الموتور سبورت. زي ما أنت بتعرف إحنا يمكن نعيش أجواء اقتصادية صعبة، صح، وسواء كان علينا او على الشركات، فيعني بنختلف عن المتسابقين العرب الثانيين انه في عندهم دعم، يعني مثلا طبعاً زي ناصر العطيه، زي عبد العزيز الكواري، حكومه قطر دعمتهم، ف
فالمبالغ اللي بيحكوا فيها مبالغ أكبر من هيك، فإحنا بنقصنا الدعم شوي، وإن شاء الله للسنوات الجاية تكون الأمور السياسية والاقتصادية تتحسن عنا شوي يعني. والشركات تتحسن وينعكس هذا على المتسابقين، وأنا ثقتي بالمتسابقين الأردنيين كثير عالية، سواء كان إحنا بالجيل الموجود أو بالجيل الجديد الموجود اللي رح يطلع إن شاء الله. يا رب. كمان محمود البدوي، يسعد مساك حبيب القلب محمود أبو ربيع، أنت اللي منور دائما، وشكرا لمشاركتك الحلوة. مشرف حرب، كل احترام، كل الرياضات على إكسترا تايم، ودائما طبعا بجهودكم هذا الإشي بصير. فارس السردي، أنت الغالي صديقي، وبيسلم عليكم بيحكيكم يعطيكم العافية. عادل الزعبي، يسعد مساك يا عادل. عدي سبع العيش، يسعد مساك. مسلم العبسي ونبيل خير الله، مراد الجريري، معاد الحوري، حذيفة رعود، توفيق عبيد، وعدي ملكاوي. طبعا يعني هذا موضوع تاني، أي نادي أردني بيعتمد على مدرب محلي فإحنا دائما وراه، وبنحيي هالنادي على ثقته بالمنتج المحلي، زي ما بندعم هاي على صعيد السيارات المتسابق الأردني، لأنه كلياتنا أخوان وما بينقصنا إشي. يعني لو كان الدعم موجود والخبرة موجودة عندنا، أكيد دائما في كل إشي راح نكون في المراكز الأولى. ونضال إزرقات، يسعد مساك نضال، شكرا لمشاركتك معنا. أستاذ عثمان، بدي أرجع لك، يعني بنحكي عن عامل سياحي موجود أيضا مع هالرالي. أكيد يعني هلأ إقامة الرالي بالبحر الميت، يعني هذا أكيد تشجيع للسياحة. في عندنا كثير ضيوف تيجي من دول شقيقة بس مشان تحضر الرالي وتتابع مجريات الحدث. طبعا إذا بنحكي بجولة عالمية رابعة، يعني أنت عم تحكي إحنا بنكون الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط صحيح. اللي عندنا هذا الرالي، وبتوقع راح يكون في تأثير إيجابي كبير على السياحة بالأردن إذا أقمنا هذا الرالي. إحنا من خلال الرالي دائما بنعمل جاهدين على أنه نعطي الكثير للجمهور. مثلا بهذا الرالي زدنا أماكن تواجد الجمهور بالمراحل، ومشان يعرفوا كيف يوصلوا لهاي الأماكن عملنا تقنية الQR. الQR اللي هي عبارة عن كود بنحط على البوسترات على الهاتف الهاتف الخلوي تبعه، بيقدر يعمل سكانينج بتطلع له كل الخرائط للمراحل زائد مناطق اللي بيقدر انه يشوف الرالي منها. يعني احنا في حتى بمنطقة الصياني كمان عملنا مثلا حفلين غنائيين بعد الرالي. هذا كله طبعا مشان نحاول نستقطب يعني قد ما بنقدر من الجمهور انه يجي، مش بس يشوف الرالي، يجي ويستمتع باجواء الرالي. نعم، يعني احنا سمعنا في مرحلتين، مرحله من مراحل الرالي العالمي راح يتم سحبهم، فاحنا نتمنى احنا نكون محل حدا فيهم، لانه الشركات المصنعه للسيارات كانت معترضه انهم يزيدوا كمان مرحله. أكيد ما بدناش هذا الإشي يصير. لا أبداً ما بدنا إياه يصير. طبعاً خلونا نشوف الجماهير وشو بتطلب، وأيضاً كيف الوضع بالنسبة إلها في التقرير، وبنرجع. تعد رياضة راليات من الرياضات المحببة لدى الجماهير لما فيها من مشاهد تجذب الأنظار وتلهب حماس المتابعين، ولكن الحضور الجماهيري للراليات يتطلب العناية أكثر من قبل الأردنية لرياضة السيارات. وبالرغم من عمل الأردنية لرياضة السيارات في تسويق الرالي ومحاولة الجذب الجماهيري ليكون الحضور أكبر من سابقيه، الأمر يتطلب عليها توفير أمور تضمن للكثير من الجماهير حضور الرالي. لابد أن على منظمي الرالي تأمين حافلات لنقل الجماهير من عمان إلى موقع الرالي الذي هو في البحر الميت، وأيضا وسائل نقل بين المراحل، كون الجماهير لا تمتلك وسيلة نقل ولا يمكنها اللحاق بمراحل الرالي أو متابعتها بالشكل المطلوب، وهو أمر يعزز من الحضور الجماهيري. فيما كانت الجماهير تطالب بعروض تشجيعية وسياحية للجماهير في البحر الميت خلال فترة الرالي، مما يجعل الحضور أكبر وأكبر ويشجع السياحة الداخلية. نقاط عديدة يجب على الأردنية لرياضة السيارات دراستها لتحفيز الجماهير بشكل أكبر على التواجد في مراحل الرالي، مما يدعم قوة رالي الأردن في السنوات المقبلة.
طبعا يعني نقاط لازم اخذها بعين الاعتبار. اكيد اكيد والله افكار حلوه تشوف لقدام ان شاء الله كيف نقدر نطبقها. يعني في ناس ربما ما بتقدر تنزل على البحر الميت لحالها، ما عندها سياره او من هذا الكلام، يعني لو كان في حافلات من الساعه ممكن. مثلا 7 الصبح الانطلاق يرجعوا على 5، فاحنا هيك بنزيد كمان الحضور الجماعي. يعني شوف هي يعني بتصير وما بتصير، يعني بتصير انك تنزل ناس مثلا لمنطقه الصيانه يشوفوا مثلا اجواء الرالي طبعًا يشوفوا طبعًا. هذا بس اذا بده يعني اذا بده الجمهور يتابع مراحل اللي بده يتابع بده يكون عنده شو بسموه يعني يقدر بلونه اللي يقدر يمشي من مرحله لمرحله ويتنقل وهذا وهي لازمها شويه خبره كمان حتى يقدر يحفظ المراحل بالضبط يعني بالضبط من وين يدخل ومن وين يطلع. حسام الجماهير كانت موجوده، حسام معروف، المتسابقين معروفين واسماء كبيره موجوده، لكن انتم لما كنتوا تمروا كيف كنتوا تشوفوهم؟ كيف يعطوكم الدافع يعني؟ شوفهم صراحه يمكن الرالي هذا من اكثر الراليات اللي كان موجود فيه الجمهور بصراحه. هو يمكن كمان في عامل ثاني، كان يوم الخميس كان عطلة صحيح، كان عطلة، فصراحة كان البحر الميت يعني ممتلئ، الأوتيلات مليانة فل، ما في حجز، فكانت فرصة لكل الموجودين بالبحر الميت إنه موجود في رالي، حتى في ناس كانوا مش عارفين إنه في رالي يمكن نازلين على البحر الميت، وصار عندهم حب فضول إنهم يشوفوا الرالي. فيعني كان فعلا لما بالسبكتيتر اير لما كنت أمرق أنا بالسيارة كنت أشوف عدد الجمهور كثير عالي، فكنت انبسط كثير، ويعني انه في جماهير، هذا بعطيك حافز انت كمتسابق انك انت يعني في جماهير بتفرجوا عليك، في لك جمهورك طبعا، فكان شيء كثير حلو وكان حافز كثير لي انه الواحد انه يضل مستمر في بالمركز تبعه ويحافظ على البوزيشن تبعه. وغير هيك يعني المتفرجين كان الكل يعني قلبهم معك انه بدنا اياك تكمل، بدنا اياك تطلع على البوديوم، حتى يمكن عثمان حكى لي اياها انه المنظمين خليك ماشي شوي شوي، بدنا يا اخي بدناش تسرع، خلص خليك ماشي بالردم نفسه، اوكي، يعني حتى نانسي بالسياره يمكن هلا في لقطه من اللقطات كانت موجوده انه على الووتر سبلاش خففت، نانسي بتقول لي خلص بدناش، كانت اخر مره يعني اخر كيلو بنفوز بالمره بالرالي يعني، فقالت لي ما بدنا نمر الووتر سبلاش خلص بطئ عليه وحط اول واقف، فانا فعليا خلص انا يعني شو بدي اسوي يعني ما شو بدي اخذ 10 ثواني 5 ثواني ما بدي اياهم، فحطيت اول ومشيت وخلص وصلنا البوزيشن تبعنا ووصلنا السياره والحمد لله بسلامه. وصلنا بسلامه. طيب لكن يعني انت بتحكي عن تجهيز السياره بمده شهر والله كانت صعبه يعني واحنا بنحكي عن امكانيات لابطال عالميين موجودين، لكن عن جد كل الشباب اللي معك ما شاء الله عنهم حسام. الحمد لله، يعني زمن قياسي صراحه كانت السياره بدنا نجهزها فيها لانه كانت سياره جديده، وما تتخيل الضغط النفسي والضغط النفسي علي وعلى الشباب بحيث تجهيز السياره لانه فيها تكنيكاليتيز كثيره صح، وقوانين وتعليمات وهوميليجيشن وبدك تشوف شو هاي شو هاي، هي السياره من اولها لاخرها انفرطت فعشان توصل للرالي وتقدر تنافس فيها، بس الحمد لله قدرنا نخلصها. زي ما حكيت لك صار في عندنا مشاكل بدنا نحاول نعدل عليها ونظبط عليها قد ما بنقدر عشان ننافس فيها بطريقه ثانيه، وانا شخصيا اكون مرتاح بالسياره. انا اذا ما كنت مرتاح بالسياره ادائي بالسياره بنزل، لاني من النوع اللي يعني بضلني مركز بالسياره اكثر، لاني اذا السياره انت عملتها بطريقه مش على مش بالوضع السليم تبعها بترجعك لورا. يعني انا في مشكله ما عندي بالسياره، كان في عندي الاكس الامامي يمين خربان، انا قدرت اوصل السياره 4 مراحل اني امشي فيهم بالاكس اليمين، يعني السياره ما بتطلع طلوع بس الحمد لله قدرت تمانج اني انا اوصل السياره، يمكن لو واحد ثاني كان اذى السياره وقفت السياره بارضها فالحمد لله المرات الجايه راح نتفادى هذا الحكي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا عثمان نجاح والجميع بيتحدث عنه، الحمد لله الامور كانت طيبه وجميله، ما بعد هالرالي يعني اكيد عندكم اشياء كثير تسووها وانطباعات خرجتوا فيها عن كل الامور اللي صارت، تحضير ل يعني خلينا راليات جايه احداث جايه، فشو الانطباعات اللي خرجتوا فيها؟ اكيد يعني احنا هلا ماشيين بمسيره التطوير بصراحه، عم نحاول نطور قدر المستطاع. هلا طبعا ضايل عندنا حدث واحد لموسم 2015 اللي هو سباق السرعه الخامس، راح يكون ب 13/11، بعد هيك ان شاء الله نشتغل على الرزنامه لل 2016، وان شاء الله بال 2016 يعني
في شغلات كثير جديدة إن شاء الله يا رب. يعني رح نبنيها على السنة هاي وإن شاء الله نطلع بموسم كثير أحسن كمان إن شاء الله رب العالمين. طبعا النتائج النهائية من سؤال شارك لليوم، هل تعتقد أن رالي الأردن سيعود إلى بطولة العالم؟ الإجابة الأولى نعم 67%، الإجابة الثانية لا 33%. طبعا الجمهور معاكم اليوم في الموضوع. كابتن حسام سالم، كلمة أخيرة بعد هالرالي. طبعا بحب اشكر الاردنيين اللي راد السيارات اللي على المجهود العظيم اللي سووه، المارشال، مدير السباق، الحكام، كل الناس اللي كانوا موجودين فيه. صراحه مجهود كثير عظيم وخارق حتى يعني على التنظيم وعلى الرالي هذا كله والمراحل الخاصه اللي كانت موجوده فيه. وبحب اشكر الجمهور تبعي كلياته اللي شجعني وساندني، وخصوصا بخص اخر شيء بالذكر فريق الصيانه والطاقم اللي انا يعني كان اول رالي اللي بهلكهم فيه، اللي ما بدخل بالسياره الا فيها عطول وفيها مشاكل، والحمد لله ساندوني ووقفوا معي كثير. وشكرا كثير طبعا لملاحتي نانسي المجال اللي هي دائما واقفه معي بكل الراليات. كابتن، كلمه اخيره بعد الرالي. بصراحه يعني انا بشكر كل واحد كان له بصمه في انجاح هذا الحدث، من اللجنة المنظمة لفريق السيفتي للمارشلز لكافة الدوائر الرسمية اللي ساندونا ودعمونا، ولولا دعمهم هذا كل سنة يعني ما بنقدر نمشي بهاي الرياضة. بحب أشكر طبعا بشكر كافة المتطوعين، يعني هذه الرياضة مبنية على المتطوعين، وبصراحة جهودهم كانت جبارة وأثمرت، والله يعطيهم ألف عافية دائما، وبشكر كل من ساهم بإنجاح هذا الحدث. وإحنا بنشكرك طبعا على هالحدث الحلو أنت وكل القائمين عليه، وبنشكرك على حضورك اليوم. عثمان نصيف، مدير الأردنية لرياضة السيارات، كل التوفيق. وأيضا نجمنا حسام سالم، كالعادة ما شاء الله عنك منور وابتسامتك رائعة، خليك هيك، خليك اكثر لقدام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الدعم بيكون موجود ودائما تضلك على منصات تتويج ان شاء الله، مركز ثالث بعدين ثاني بعدين اول، او حتى من الثالث للاول على طول، لانك بتستاهل. تسلم تسلم. وانتم اصدقائنا كل الشكر لكم على المتابعه. قبل ما نخلص طبعا تحيه كبيره جدا لمسهل الامور دائما علينا في التغطيه الاعلاميه رائد عبد الدايم، يسعد مساك، عم بحضرنا بنمسي عليه. وايضا تحياتنا لحمزه الدوايمه، كل الاصدقاء اللي طبعا دائما بيكونوا واقفين جنبنا وبيساعدونا، تحياتنا لكم، تحياتنا لكل اللي تواصلوا معنا وتابعونا لليوم. وصلنا لنهايه حلقه، تصبحوا على خير، الى اللقاء.